نتكلم بعد كده على تالت بورت في في الشابتر بتاعنا او في الفيديو بتاعنا، وهو drawing the plan. drawing the plan بيبقى ببساطة في عميل كلمني، العميل ده عايز ان احنا نقيس الـ 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 او نشتغل في البروجكت بتاعه. عنده مثلا شقة عايز يشتغلها، عنده فيلا عايز يشتغلها، عنده مثلا محل عايز يعمله، عنده مثلا عيادة، عنده غرفة او غرفتين مثلا في روف عايز ان هو يستغلهم ويخليهم شكلهم حلو مثلا لاستخدام اولاده او حاجة زي كده، ايا كان نوع الفانكشن الوظيفة اللي هو عايزها. فبيقول لي تعالى يا ديزاينر شوف المكان بتاعي عشان تبدأ تديني بروبوزل وتقولي اقتراحاتك وتقولي الدنيا هتمشي ازاي. فاول حاجة احنا بنعملها هي ان احنا بنرسم الفلور بلان، بناخد معانا متر اللي هو التيب ميجر اللي قدامنا ده، متر قياس، وننزل السايت سواء متر قياس تقليدي زي العادي ده البسيط اللي انا بمشي بيه في كل حتة، او متر في دلوقتي متر ليزر موجود والناس بتستخدمه، ايا كان نوع التيب ميجر بتاعنا. المهم ان احنا ناخد اداة قياس طولي نقدر نقيس بيها الاطوال وننزل بيها الموقع، ونقف في الموقع ونحاول نطلع حاجة زي اللي قدامنا دي. الحاجة دي اللي احنا بنرسمه هنا حاجة اسمها البلان. لو بصينا كده على الشكل بتاع الغرفة بتاعتي دي، شكل الغرفة اللي احنا بنحاول نرسم البلان بتاعها. هنا هي مرسومة بطريقة 3D، بطريقة اسقاط اكسونومتري، يعني اسقاط 3D متوازي، فشكلها واضح شوية بالنسبة لنا. هنلاقي ان في ارضية او فلور بمشي عليه، في باب بدخل منه، لما بدخل من باب ده بيبقى فيه مساحة طول وعرض للأوضة، وفي ارتفاع، وفي شباك على اليمين، تمام، وفي عمود على اليمين وعلى الشمال، وفي كاميرا كده نازلة واصلة ما بين العمودين، تمام. واضح كده كل التفاصيل اللي احنا قلناها. تخيلوا كده معايا لو انا جبت الغرفة اللي قدامي دي وجيت على نص الارتفاع بتاعها ده وقطعت بسكينة، شلت الجزء العلوي بسكينة، تمام، عملت زي خط قطع كده وقمت قاطع الكلام ده بسكينه. لو انا عندي روم دي مثلا ماكيت صغير قمت جايب سكينه نشرت الروم دي من وسطها وشلت الجزء اللي فوق، تمام، وسبت الجزء اللي تحت بس، وبصيت من فوق كده شفت ايه الحاجه اللي انا اشوفها. الحاجه اللي انا هشوفها هتكون الكلام ده، صح كده؟ بصوا كده معايا، ده الثري دي، ده هيبقى البلان. ده عشان يطلع انا محتاج ان انا انزل الموقع الاول وارسم ده. تعالوا نحلل كده اللي قدامنا ده مرسوم هو عبارة عن ايه. اول حاجة عملتها ان انا وقفت في نقطة معينة ولتكن الكورنر ده مثلا، وبدأت اقيس القياسات، وكل ما اقيس بالمتر بكتب القياس، يعني قست الطول ده طلع معايا 3000 هنا ملي. لاحظوا ان مكتوب هنا نوتة كاتبها اللي عمل الدروينج ده، مكتوب dimensions are in millimeter، القياسات كلها بالملي، فدي مهمة. تاني حاجة هكتب السكيل، لان انا في الموقع لما هكون شغال اشتغلت سكيل، يعني كل بعد هقيسه في الحقيقه يا اما هحسبه الاول قبل ما اكتبه يطلع كام، يا اما هكون جايب معايا مسطره السكيل عشان ان انا على طول ارسم مظبوط. فهنا السكيل 1 لـ25، يعني ال 3000 دي هتتقسم على ال 25 فهتترسم على الورقه 120 مللي. 120 مللي يعني حوالي 12 سنتي تقريبا، تمام. ف قست ده طلع 3000، وبعد كده قست ده طلع 900، بعدين قست ده طلع 100، بعدين قست ده طلع 2250، قست ده دي طلعت 150، قست ده طلع 600، دي طبعا زي دي 150 فما اتكتبتش تاني، ملهاش لازمه تكرار المعلومه، ودي 150 ودي ربع 4000 ودي 150. هنا في خط هنعرف ده ايه دلوقتي، 600 بعدين 1500 بعدين 750، رجعت لنفس النقطة تاني. يبقى انا ببدأ من نقطة بالشريط بتاع القياس بتاعي وبقعد اقيس داير ما يدور كده، الف كده حوالين الروم او مجموعة الرومز او البلان كله ايا كان، لحد ما ارجع لنفس النقطة وابقى انا كده رسمت الاوتلاين بتاع الكلام ده. في شوية حاجات كده تعالوا نفهمها بسيطة هي عبارة عن ايه، تمام. احنا كده خلاص فهمنا ازاي نرسم البلان، بس تعالوا نحلل كده شوية حاجات. اول حاجه هنا مثلا وانا ماشي كده لقيت ان في كسره كده خرجت بره الحيطه ورجعت تاني، دي كل ما تحصل في اي بلان ده انديكيشن ببساطه ان هنا في حاجه اسمها عمود انشائي او ستراكشرال كولوم، الاعمده اللي هي العناصر الانشائيه اللي بتشيل المبنى بتاعي او البيلدينج بتاعي. معظم الاعمده الانشائيه بتكون قصاد بعضها بنسبه كبيره، يعني لو في عمود هنا بنسبه كبيره لو رحت كده قدامه هلاقي عمود تاني بنسبه كبيره، بس مش شرط دايما، تمام.
والدليل هنا ان انا ما عنديش اعمده في الروم هنا ولا هنا. في اعمده بتبقى باينه بالشكل ده، يعني مثلا انا هنا ماشي بالحيطه ولفيت ورجعت تاني، حتى لو في محاره اتحطت على الحيطه غطت الطوب والخرسانه مع بعض في محاره لفه كده، انا الحركه دي لما حصلت فهمتني ان هنا في عمود. طب افرض انا عندي الجزء ده وهي حيطه كامله ما فيهاش اي بروز ولا اي حاجه، كلها متمحره، كلها محطوط عليها المحاره بتاعتي، وبالتالي انا مش هقدر اعرف في هنا عمود ولا لا. الحل ان انا اجيب معايا نحات الموقع واخليه يكسر حته كده، لو انا شكيت ان في عمود هنا اهو اخليه يكسر حته كده هنا في الجزء ده زون كده معينه 20 سنتي 30 سنتي 50 سنتي ايا كان، بحيث ان انا اكشف واتاكد ان في عمود هنا. لو انت نازل سايت والسايت ده لسه على الطوب الاحمر غالبا مش هتحتاج معاك النحات، الطوب الاحمر والخرسانه هيبقوا مكشوفين وتقدر تعرف فين الاعمده وفين الكمر وفين البلاطه وفين الطوب والكلام ده كله. هنقول المصطلحات دي دلوقتي هي عباره عن ايه. لكن لو نازل سايت السايت ده فيه شغل فينش اتعمل، يعني الحيطان اتعمل لها ريندر او فيها نسبه محاره او كده، في حاله زي دي انت بنسبه كبيره جدا هتحتاج معاك نحات، تمام؟ عشان النحات ده هيكشف لك الحاجات المستخبيه اللي زي كده. فدي اول حاجه الاعمده الانشائي، خلي بالك منها جدا وحاول تعرف اماكنها فين في البلان، لان اي عمود انشائي ده حاجه تابو، احنا مش هنقدر نقرب منه ولا هنقدر نكسره ولا هنقدر ندخل جواه ولا هنقدر نقصه ولا هنقدر نشيله ولا هنقدر نعمل فيه اي حاجه خالص. ده حاجه محدد قوي جدا في الديزاين، حاجه في الانتيريور ما اقدرش العب فيها. لو انا جاي لي عمود هنا في نص الاوضه هعمل الديزاين حواليه، مش هقدر اشيله، ملهاش حل. فهمنا الفكره؟ فدي اول حاجه احنا بنتاكد منها الاعمده. العمودين دول في كاميرا ساقطه واصله ما بينهم، قسنا السمك بتاع الكاميرا دي تمام، وقسنا هي هنا ميسنج المعلومه دي مش موجوده، بس يعني كانت المفروض تبقى مكتوبه، ممكن هبقى اصلحها في البي دي اف اللي انتوا حضراتكم هتاخدوه. وفي هنا البيم ديبث مكتوبه 300، البيم ديبث اللي هي سقوط الكاميرا دي عن السقف 300 مللي، دي برضو معلومه مهمه جدا محتاجين ان احنا نعرفها، الكاميرا ساقطه قد ايه من السقف، دي مهم. اتجاه الشمال ده مهم، عرفنا ان اتجاه الشمال كده، اتجاه الشمال ده نقدر ببساطه ان احنا نبص بره الشباك ونشوف الشمس بتاعتي فين الشروق بتاعها وفين الغروب بتاعها، واقدر على الاساس ده احدد فين الشمال وفين الجنوب. او دلوقتي كلنا ماسكين موبايلات فيها ابلكيشنز سواء على الاندرويد او على الايفون او على الويندوز فون، بتحدد على طول الدايركشن بتاع الشمال بسهوله جدا. في ابلكيشنز كتير جدا جاست بس افتح الجي بي اس هتقول لك فين النورث دايركشن بتاعك على طول. ليه النورث دايركشن ده مهم؟ لان اتجاه الشمال او توجيه المشروع بتاعي بيتحكم في الاضاءه، بيتحكم في الاضاءه الطبيعيه، زي ما ان شاء الله هنتكلم على الشابتر بتاع الاضاءه الطبيعيه قدام، وهنعرف ان انا الروم بتاعتي او السبيس بتاعتي لو متوجهه شمال او جنوب او شرق او غرب، كل مره بيبقى ليها كاركترستكس معينه، ليها خصائص معينه بتتحكم في 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 كميه ولون وتوزيع وفتره الاضاءه الطبيعيه اللي بتدخل من الفتحه اللي هي في الحاله دي الشباك او الويندو اللي قدامنا ده. بالنسبه للشباك والباب هتلاحظوا ان انا قايس العمق بتاعهم، تمام؟ هنا العمق 150 معناه ان الحيطه دي 150، فدي غالبا حيطه داخليه، لكن هنا العمق كبير شويه 300، فده معناه ان الحيطه دي 300، ده معناه ان دي غالبا حيطه خارجيه، تمام؟ وهي طبعا فيها شباك، الشبابيك دايما بتكون على حوائط خارجيه، صح؟ يعني دي برضو تاكيد تاني ان هنا في شباك، يبقى هنا في الاكستيريور او الخارجي بتاع المبنى، مش هلاقي هنا غرفه تانيه، لكن هنا غالبا في غرفه تانيه لان هنا الحيطه 150 بس. دايما الحوائط الخارجيه بتكون سمكها اكبر شويه من الحوائط الداخليه، تمام؟ هنا بس خدنا بعد واحد بس دايجونال اللي هو البعد من اول هنا لهنا، ده بعد تشيك اب، بعد بشيك بيه، يعني بعد ما قست كل الابعاد خدت بعد كده راندوم دايجونال كده او كده، عشان لما ارجع المكتب وارسم كل الكلام ده، تمام، اقيس البعد ده في الرسمه بتاعتي واشوفه لو طلع 5000 فعلا يبقى انا فعلا شغال صح. فهمنا الفكره؟ ده مجرد بعد تشيك اب كده محطوط. بالنسبه للابواب والشبابيك زي ما قلنا بقيس الديبث بتاعها او العمق بتاعها، وممكن ان انا اكتب شويه معلومات كده او انفو على الدروينج بتاعي، زي مثلا ان ده باب رسم اتجاه السوينج بتاعه، شايفين السيمبل ده او الرمز ده بيقول ان الباب مفصلته هنا وبيفتح هنا في الاتجاه ده، يعني قفلته كده وفتحته كده. مهم جدا نرسم اتجاهات السوينج بتاعت الباب.
والهيد بتاعه ارتفاع العتب بتاعه 2100، يعني ارتفاع الفتحة بتاعته وانت داخل من الباب ارتفاع الفتحة بتاعته 2100. بالنسبة للشباك مكتوب ان السل الجلسة بتاعته 900. طبعا الابواب بيبقى ملهاش جلسة، بتبقى على الارض على طول، صح كده؟ يعني الباب بيبدأ من الارض، لكن الشباك ما بيبدأش من الارض، بيبدأ من ارتفاع معين، صح؟ فالارتفاع ده بنسميه السل او الجلسة. والجزء العلوي في الشباك او الباب بنسميه العتب او الهيد. فدول برضو مهم جدا، وانا في السايت كل باب وشباك قبله اقيس ارتفاع الجلسة وارتفاع العتب، مهم جدا ان انا اعمل الموضوع ده. فهمنا الفكرة؟ ليه كده كل الحاجات اللي قدامنا، تمام؟ من الكلام ده اقدر ان انا ارجع ارسم البلان ده. البلان ده هو بيبقى الهدف بتاعي، تمام؟ اوكي، بنزل السايت وارسم الكلام ده. في ناس بتنزل السايت وبتاخد معاها ورق مربعات ترسم عليه، تمام؟ الورق المربعات ده بيبقى ورق كله مربعات، كل مربع فيهم نص سنتي. فاقدر ان انا من غير حتى مسطرة زي ما قلنا احسب كده ان انا عندي مثلا عايز اعمل بعد 3000 على 25 طلع 120 مللي اللي هي 12 سنتي، 12 سنتي وقلنا مربع نص سنتي يبقى انا محتاج 24 مربع، فعدي 24 مربع وبقى انا كده رسمت الطول ده، تمام؟ ده احد الحلول. او ان انا اخد معايا مع ورقة المربعات مسطرة سكيل، تمام؟ او اخد ورق ابيض ومسطرة سكيل. في ناس زي حالتي بينزل السايد باللابتوب وفاتح الاوتوكاد معاه، وكل بعد يقيسه يرجع يقاعد الاوتوكاد ويتاكد ان لوحه الاوتوكاد مظبوطه ومتقفله وعليها كل المعلومات قبل ما يرجع المكتب، فيبقى ضرب عصفورين بحجر، ما يروحش السايت يقيس ويرجع المكتب يلاقي معلومات ناقصه، وما يروحش السايت يقيس وبعدين يرجع المكتب يكسل يرسم اللوحه ويقعد ايام معطلها على العميل. فهمنا الفكره؟ لا، احنا ممكن ننزل السايت نقعد في السايت ساعه 2 3 4 ان شاء الله 10 ساعات مفيش مشكله، ونرجع من السايت معانا كل المعلومات الكامله ومعانا لوحه الاوتوكاد الخلصانه. فهمنا الفكره؟ طبعا الكلام ده بيختلف على حسب من سايت لسايت، في سايتات صغيره مش محتاجه قوي الكلام ده، في سايتات كبيره محتاجه الكلام ده، في سايتات فيها مصدر باور كهربا فنقدر نشغل لابتوب، في سايتات لسه ما فيهاش فمش هينفع نشغل لابتوب فلازم نشتغل مانيوال بعد كده نرجع نبيض، مفيش مشكله. ايا كان الموضوع فليكسيبل، اهم حاجه بس ان احنا نفهم الكونسبت، ان انا بنزل سايت بحاول اقيس وارفع كل المعلومات عشان ارجع اطلع لوحه زي دي. هنا طبعا في رموز زي مثلا رمز السهم الشمال، زي رمز الباب، زي رمز الشباك، زي التهشير الهاتشنج ده بتاع الاعمده اللي مفهمني ان هنا في عمود خرسانه، زي الهاتشنج ده اللي هو دبل لاين وسبيس دبل لاين وسبيس، ده الهاتش بتاع الحوائط الطوب، زي الخطوط النقط دي المنقطه اللي مفهماني ان في كاميرا فوقي وانا واقف هنا في البلان، في كاميرا موجوده فوقي انا مش شايفها فبتترسم بالشكل ده، في خطوط هنا تقيلة دي الحاجات المقطوع فيها، في خطوط خفيفة الحاجات الاليفيشن اللي باينة اليفيشن او مش مقطوع فيها. كل الكلام ده احنا بنسميه الانجينيرنج دروينج ستاندرد او الستاندرد بتاع الرسم الهندسي، تمام؟ اللي بيبقى فيه تخانات الخطوط ومواد التهشير والرموز اللي بتستخدم شكلها عامل ازاي وطريقة الكتابات وطريقة الرموز اللي بتتحط. الحاجات دي كلها ليها مراجع موجودة ممكن احنا نراجعها بالتفصيل، وكلها بتيجي من الخبرة. يعني لو كنت حضرتك اكاديمي درست الكلام ده في كلية عمارة او هندسة او فنون او كده هتبقى عارفه لانك خدته في الكلية، لو ما كنتش اكاديمي ومش عارفه ما تقلقش هتعرفه واحدة واحدة، يعني تمام؟ معلومة معلومة كده هتلقطها هتلاقي نفسك فهمت الصورة الكاملة على بعضها. فهمت يعني ايه تهشير؟ ان انا مثلا لما عاوز اوصف خامة معينة برسم عليها كده خطوط، فالخطوط دي على حسب شكلها يقدر اللي يقرا اللوحه يفهم هنا في ايه الخامه او الماده اللي موجوده هنا. ده مثلا الخطوط المتوازيه دي مثلا الخرسانه، الخطوط اللي بالشكل ده هي الطوب. ان انا لو عندي كاميرا فوقي وانا واقف على الارض في كاميرا فوقيه، الكاميرا دي محدد ليا برسمها بخطوط منقطه، تمام؟ اي حاجه اوفر هيد فوقي بتترسم بالشكل ده، او اي حاجه مستخبيه بتترسم بالشكل ده. ان الباب ده الشكل السيمبل بتاعه بيبان الحيطه بتاعتي مفتوحه، وبنرسم الباب مفتوح وبنحط السوينج بتاعه، ان يعني الشباك بيترسم بالشكل ده، الحلق بتاعه هنا والضرفه بتاعته هنا. كل الستاندرد ده محتاجين بس ان احنا نتفرج بنفسنا كتير على لوح مرسومه ونحاول نقلدها، هنلاقي ان احنا فهمنا الكلام ده بنسبه كبيره، ولو في حاجه مش مفهومه ممكن حضراتكم ترجعوا تسالونا تاني، تمام؟ ده كده بالنسبه للدروينج بتاع البلان. ده شكل ال 3 دي بتاعنا اهو، خلاص. هنا انا ال 3 دي بتاعي ده انا عامله على سوفت وير اسمه ريفت. مش مهم ان حد فينا يكون متعلم ريفت دلوقتي عشان يقدر يشتغل بالسوفت وير ده،
تمام. انا بس عايز اوريكم شكل الموضوع كده عامل ازاي. لو انا قطعت كده في البلان اهو، لو انا كده شغلت سكينة كده وقطعت في البلان وبصيت من فوق زي ما قلنا، هو ده اللي انا هشوفه اهو. البلان بتاعي، البلان بتاعي هو عبارة عن نظرة من فوق للثري دي اللي انا هكون شغال فيه. هو ده، فهمنا الفكرة؟ تمام. هنا انا حددت مكان الاعمدة بتاعتي. بنسبة كبيرة الاعمدة بيبقى موصل ما بينها كمر، تمام، او بيمز. الاعمدة هي اللي بتشيل وزن المنشأ بتاعي، والكامرز والكاميرات دي بتبقى مربطة الاعمدة وتشيل وزن البلاطة. هنا في element معمول له هايد اللي هي البلاطة دي، انا كنت بس عامل لها هايد عشان نشوف اهي بلاطة الخرسانة. اي دور بالنسبة لي انا ببقى واقف فيه، ببقى واقف على ارضية خرسانة، او ببقى واقف على ارضية يعني فلور، وفوقية في فلور تاني، صح كده؟ وببقى انا واقف ما بين الاتنين دول هنا اهو، صح كده؟ اهو ده شكل. تمام. السبيس بتاعي من جوه اهو، عايزكم تتخيلوا شكله عامل ازاي. اوكي. هنا الحوائط كلها انا مديها هاف تون كده، مخليها كلها خفيفة شوية. تمام، عشان بس نشوف شكلها، لكن ده شكلها الحقيقي اهو. بحاول اقطع كده في الموديل من كذا اتجاه عشان نحاول ان احنا نفهم شكله عامل ازاي. زي ما قلنا مش مهم ان انا ابقى شغال سوفت وير دلوقتي حالا، اوكي. انا يهمني اكتر في الكورس ده المانيوال والديزاين نفسه، احنا نفوكس على الديزاين. في كورسات تانية مخصصة للسوفت وير بالتحديد يعني، خلاص، ودي مش هدفي دلوقتي. اوكي. انا بس هدفي ان انا نفهم شكل الديزاين عامل ازاي. فهمنا الفكرة؟ اوكي يا جماعة، ده شكل الثري دي بتاعنا. تمام. فانا هدفي الاساسي زي ما قلنا لما يجي لي استدعاء بخصوص انتيريور ديزاين جوب، اول حاجة اطلع بيها البلان. اول حاجة انزل افكر فيها البلان، عايز اقيس المكان بالقواعد اللي احنا شفناها هنا، وارجع واكتب عليه كل المعلومات والداتا والكلام ده، وارجع على طول ارسمه على ورقة او بيبر عشان ابدأ ان انا اشتغل فيه مع العميل، ارسمه بالشكل ده. تمام.